الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحوش المنهج الجديد الصف الأول الإعدادي، ورجعنا لكم تاني بعد طول انتظار مع امتحان شهر أكتوبر. أنا عايز أقول لكم إن الامتحان ده مهم جدا جدا جدا، وانتوا عليكم الوحدة الأولى والدرس الأول من الوحدة الثانية، بس كله على طول. يلا شير لايك كومنت، ظبط الدنيا وتعالى معايا عن بسط لك المعلومه، وانت ضامن ان انت ان شاء الله باذن الله هتقفل الدرجه النهائيه. اول حاجه بيقول لي اكتب مدلول الارقام الاتيه: واحد دوله تطل على مسطحين مائيين، مين؟ طبعا ديت مصر لانها بتطل على البحر الاحمر والبحر المتوسط. طيب دائره عرض رئيسيه 2 ده مدار السرطان لان هي موجوده في جنوب مصر. طب مضيق يصل بين البحر الاحمر وخليج عدن 3 اهو، يبقى اسمه مضيق باب المندب. مضيق ايه؟ باب المندب. مسطح مائي يفصل قارة افريقيا عن اوروبا، هو مفيش غيره، البحر المتوسط. ايوه يا ابني والله البحر المتوسط. طيب ممر مائي مهم اللي كل الناس بيحاربونا عشانها، قناة السويس. طيب هنا مدار 6، فين مدار؟ مدار الجدي. مدار ايه؟ الجدي. طب 7 مضيق ايه؟ فين 7؟ ايوه ده مضيق موزمبيق. مضيق ايه؟ موزمبيق. ايوه يا ابني والله بكلمك، انت شاطر. يلا كومنت شير لايك ويلا بينا. نشأة حضارة كش في ايه؟ ايوه صح في السودان. ايا من الدول الافريقية التالية يمر بها مدار الجدي؟ مدار ايه؟ الجدي، مش الجدي يا ابني اللي هو زي الخروف الصغير ده، لا مدار الجدي. يبقى مدغشقر. ماشي. يحد قارة افريقيا من جهة الغرب. الغرب ما قالليش الشرق ولا قال لي اي حاجة، يبقى ده المحيط الاطلنطي. تعرضت شعوب القارة الافريقية للاستعمار من قبل دولة قارة ايه؟ من القارة الظالمة اللي احتلت افريقيا؟ اوروبا. ايوه يا ابني اللي واقف في البلكونه، تعالى احنا خلاص فكينا كل هذا الاحتلال وبقينا احرار. انتوا مصدقين ان احنا احرار؟ انا مش مصدق. يلا. من الجبال الالتوائيه التي توجد بقاره افريقيا، انا عايز التوائيه وقاره افريقيا، يبقى على طول نحطه جبل توبقال. الله اكبر. ماشي. ترجع خصوب السهول نهر النيل الى الطمي الذي نقلته مياه نهر النيل من ايه؟ الطمي ده جاي لنا منين؟ من هضبة الحبشة اللي هي اثيوبيا دلوقتي. اي من مظاهر السطح التالية تعد جزءا ايه؟ من الاخدود الافريقي العظيم. من هو؟ ايوه جبال البحر الاحمر. جبال البحر ايه؟ يلا بقى اللي بيشجع الاهلي يكتب لي ان هو بيشجع الاهلي. ايه رايكم بقى في الصور اللي هو بعد يومين ده؟ ماشي. يلا. تقع هضبه الشطوط بقاره افريقيا في جهتها الشماليه الغربيه. ايوه الشماليه الغربيه. يلا بقى. تقع المنابع الموسمية لنهر النيل بقارة افريقيا في جهتها ايه؟ المناسب منابع موسمية لنهر النيل بقارة افريقيا في جهتها ايه؟ الشرقية. ماشي. نشأت حضارة كارتاج في ساحل ايه؟ ايوه البحر المتوسط. يالا ركز بقى معايا، يالا سيبك من ام التوهان اللي انت فيها، يالا انت داخل على امتحانات. يالا. ماشي. من ابرز صادرات حاضره، واحنا هي على نفس النسق ولا ايه؟ لا ركز شويه يا مستر. من ابرز صادرات حضاره اكسوم واعلاها قيمه اقتصاديه. ايوه الذهب والعاج. شطور قوي. يلا بقى. تدهورت احوال مصر الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه في نهايه عصر انهون. عصر انهون عصر الاسره الخامسه. ماشي. بنيت معابد الشمس المكشوفة في أبي صير في عهد الأسرة أنهون الأسرة الخامسة. تأسست الأسرة الثالثة على يد الملك مين؟ زوسر. طيب كانت مقبرة الملك نعرمر عبارة عن إيه؟ نعرمر اللي هو مينا، عبارة عن إيه؟ مصطبة واحدة. ماشي. استطاع كبير كانت إله الشمس رع إسقاط الأسرة أنهون. طيب اللي هو الأسرة الرابعة. ماشي يا سيدي. يلا بينا بقى اكتشف. اكتشف ايه؟
يا عم ده اكتب ما تشير اليه كل عبارة مما يأتي. انت يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي ركز بقى معايا. طب ما تقول الكلام ده لنفسك يا مستر، ما انت اللي بتنطق غلط. طب معلش عدالي، يلا بقى لايك شير كومنت. يلا، دائرة عرض رئيسية تمر في وسط القارة الإفريقية، وسط القارة الإفريقية بدائرة الاستواء، منطقة ذات أهمية استراتيجية تمثل حلقة اتصال بين أكبر قارتين في العالم من حيث المساحة. أكيد هي شمال سيناء، شبه جزيرة إيه؟ سيناء، شبه جزيرة سيناء اللي بتربط ما بين قارة إيه؟ إسيا. إيه بس يا عم؟ يا عم في إيه يا عم؟ آسيا وأفريقيا، ماشي يا سيدي. مضيق يصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. البحر ايه؟ البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، يبقى ايه؟ مضيق جبل طارق. يا عم طارق، كل بقى اللي اسمه طارق اكتب لي بقى ان هو ايه تبع جبل طارق. ماشي يا سيدي. دولة ساهمت في دفع تكاليف انشاء خزان جبل الاولياء في السودان. من هي الدولة ديت؟ ستنا الحاجة مصر. ماشي يا سيدي. منظمة دولية قامت بوضع اتفاقية قانون تنظيم استخدام المجاري في الاغراض غير الملاحية. من هي؟ عمتنا الحاجة الامم المتحدة. ماشي. تجمع شكلته دول حوض النيل سنة 1983، ويعني الإخاء باللغة السواحلية. طب باللغة المصرية الأندوجو. ماشي يا سيدي، يلا بينا. من الجبال البركانية بقارة إفريقيا، جبال أطلس بركانية بركانية بركانية، أيوة، جبل كينيا. ماشي. تعد أكبر صحاري قارة إفريقيا. قارة إفريقيا يبقى الصحراء الكبرى. أعلى قمة جبلية فيها سلسلة جبال البحر الأحمر، جبل شايب البنات. شايب البنات مين يا سيدي؟ هو جبل شايب البنات ده موجود في تونس؟ لأ، أوعى تتكلم وتقول خدتنا حاجة مصر. يلا بينا يا شباب، نفكنا بقى من الهزار ونتكلم بقى بجد شوية. أمر الملك أسر كاف بتشييد الهرم الأوسط. لا، هو مش أسر كاف، هو خفرع. ظهرت متون الاهرام في عهد الملك خوفو، لا اوناس. نجحت الاسره العاشره في اعاده توحيد مصر مره اخرى، لا مش الاسره العاشره، ده هي الحادية عشر. هنا بقى في اي الدول تقع الظاهرات التضاريسيه؟ جبل عينات ده موجود في ثلاث اماكن، مصر وليبيا والسودان. طب بحيره فيكتوريا موجوده برضو في ثلاث اماكن، كينيا واوغندا وتنزانيا. طيب واحه الجوف دات موجودة في ليبيا. هنا بيقول لي رتب بقى، رتب الأحداث من القديم، يعني أقدم حاجة وبعدين أحدث حاجة. أقدم حاجة اللي هو إيه؟ توحيد الملك نعرمل لمملكتي الشمال والجنوب. بعد كده جه تأسيس عاصمة مصر الموحدة. بعد كده جه اللي هو إيه؟ بناء الهرم المدرج. بعد كده بناء الهرم الأكبر. بعد كده نعد تمثال أبو الهول. أيوة، أنت ما تخليكش زي أبو الهول واعمل لايك وشير وكومنت. يلا يلا ركز بقى معايا. يلا يلا بما تفسر بقى معاناة قارة إفريقيا من الفقر بالرغم من امتلاكها العديد من الثروات الطبيعية. يعني قارة عندها ثروات ياما جدا جدا وتخليها من أغنى أغنياء القارات، بس هي بقت فقيرة. ليه بقى؟ عشان المجانين ولاد المجانين بسبب تصارع الدول الأوروبية الاستعمارية على قارة إفريقيا لنهب خيراتها. أوروبا نزلت بقى على إفريقيا، كل واحدة خدت لها حتة وخدت كل الخيرات بتاعتها. ماشي. تنوع المناخ والنبات الطبيعي في إفريقيا. ليه بقى؟ لأن في الموقع الفلكي لقارة إفريقيا، والذي أدى إلى تنوع المناخ وبالتالي تنوع النبات الطبيعي. طيب تكون الجليد فوق قمة جبل كليمنجارو رغم وقوعه بالمنطقة الاستوائية الحارة. يعني جبل كليمنجارو موجود في المنطقة الاستوائية، يعني الجو حر، ورغم ذلك الجو ايه؟ القمة بتاعته تلج. يبقى نقوله بسبب ارتفاع قمته، حيث انه اعلى قمة جبلية في افريقيا. القمة بتاعته ايه؟ مرتفعة. ما النتائج التي ترتبت على البعثات الاستكشافية اخيرا جبناها، البعثات الاستكشافية برضو. يا عم هي صعبة ليه كده يا عم؟ من الاخر كده، البعثات الاستكشافية في عهد محمد علي والخديوي اسماعيل لقارة افريقيا. ترتب على ذلك ايه اللي حصل؟ طبعا في عهد محمد علي اكتشف النيل الابيض،
سنة 1839 ورسم خريطة للنيل حتى جنوب السودان. طيب يا سيدي، في عهد الخديوي إسماعيل اكتشف منابع النيل ووصول حكمه حتى جنوب دائرة الاستواء. الموضوع بسيط اهو. طب حدد أوجه الارتباط بين أو حدد أوجه الشبابين. الاتنين واحد. الجبال في قارة إفريقيا والتعدين، إيه المتشابه ما بينهم؟ الجبال في إفريقيا تتميز بغناها بالثروة المعدنية، طيب التي تستخدم في التعدين، يبقى الثروه المعدنيه موجوده في الجبال، والثروه المعدنيه بنستخدمها في التعدين زي الحديد والذهب والفوسفات التي تدخل في صناعات عديده. طيب الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق كلاهما يستهدفان تحقيق نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على البيئه، يعني الاثنين بيدونا نمو اقتصادي وبيحافظوا على البيئه، ده من الاخر. طيب ما العلاقه بين ايه اللي بربط نهر النيل بالحضارة المصرية القديمة؟ بكل بساطة ان الاراضي الخصبة اللي هي موجودة على ضفاف نهر النيل، على جنبي نهر النيل، استقر الانسان هناك وانشأ القرى والمدن، ولما انشأ القرى والمدن بدأ يقيم الحضارة المصرية القديمة. طيب اواخر فترة حكم الملك بيبي الثاني، بيبي انتوا كلكم كبار مش بيبي، وعصر الدولة القديمة، عنقوله تدهور احوال مصر الاقتصادية والاجتماعية وعمت الفوضى في اواخر حكم الملك بيبي، ما هو بيبي يا جماعة، مما أدى إلى نهاية عصر الدولة القديمة. وبكده يا أولاد كنا قد انتهينا، أرجو أن تكونوا قد استفدتم، ولو كان حد عنده أي سؤال أو استفسار يكتبوا لي في التعليقات. وطبعا أنا بحب أهزر معاكم يا جماعة، ما تاخدوش كل الكلام ده أنت وجد، فأنا بحاول أن أهزر معاكم عشان أطلعكم من المود اللي أنت فيه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.